طبعا الفيديو اللي فات ابو عبد الرحمن صور النباتات، لكن ما قالش ده نبات ايه وده نبات ايه، ومعظم المشاهدين عندنا طبعا ما بيزرعوش، فما يعرفوش النباتات اللي موجوده عندنا هي ايه. فانا هعرفكم النهارده النباتات اللي موجوده هي ايه، وهنتفرج عليها برده ومستوى النمو بتاعها. كمان هنقص الكرات اللي هنا، يعني انا حاسه ان الورق بتاعه محتاج يتقص عشان هو زي ما انتم شايفين كده رفيع، انا عايزاه يطلع الورقه عريضه وجميله. ده نبات الكرات اللي طبعا في ناس كتير عارفينه، وفي ناس برضو ما تعرفوش، يعني احنا مش هنتعامل مع الناس كلها ان انا عارفه كل حاجه. ده نبات البسلة الخضراء، هنا ابو عبد الرحمن زارع منه كتير في الصندوق هنا. ده نبات البسلة الخضراء، وده نبات الكرومب او ملفوف. لا ده كرنبيت تقريبا، ده كرنبيت، واحنا خلطنا الكرنبيت على الكرومب. ده كرنبيت الكرومب اللي هو الورقه بتاعته الورقه العريضه، اما الورقه المطوله، الورقه المطوله ده مش كرومب، ده كرنبيت. انا القطط هنا مبهدلين الفصاله اللي هنا دي، يعني مش عارفه بيطلعوا لها منين، رغم ان احنا قفلنا عليهم كل الطرق، يعني مش عارفه والله. هنا برضو زرعين بعض وحدات الكرات، وده الورقه المدوره بتاعه الكرومب. نتمنى ان احنا ناكل منه محشي جميل السنه دي ان شاء الله. تعالى نتفرج بقى على النباتات اللي موجوده في الصندوق ده ونشوف هي ايه. ده نبات البنجر الاحمر، هنا الاوراق بتاعته حمراء اهي زي ما انتم شايفين، وبرده في بسله احنا زارعينها في الصندوق مع البنجر الاحمر. هنا بنجر احمر، ولو تلاحظوا ان ابو عبد الرحمن باعد المسافات ما بين الواحده والواحده عشان الراس تبقى كبيره. ده الجرجير الامريكي، وعايز اقول لكم ان احنا زرعناه السنه اللي فاتت، ده زرعناه احنا السنه اللي فاتت وكان طعمه عايز اقول لكم انه كان بارد. والجرجير المصري كان فيه لسعه حراره شويه، كان زي ما يكون فيه شطه، فيه نسبه فيتامينات عاليه. السنه دي بعد ما خدنا البذور من الجرجير الامريكي وزرعناها تاني، لقينا الطعم اختلف، بدأ ياخد من الطعم الجرجير المصري اللي كان مزروع جنبه. هو الظاهر ان هو حصل تلقيح ولا ايه، الله اعلم، بس فعلا الطعم اتغير، وحتى شكل الورقة اتغير. نلاحظ ان الورقة بتاعته اختلفت عن السنة اللي فاتت تماما. السنة اللي فاتت كان الورقة يعني ما فيهاش اجزاء عريضة زي دي، كانت زي ما يكون شبه الابر كده، حاجات رفيعه كده في الجنب ده والجنب ده. لكن السنه دي انا ملاحظه ان الورقه عريضه، حتى الطعم بتاعها لزع شويه. والصندوق ده برضو احنا زارعين فيه نبات البنجر. النبات ده جميل جدا على فكره، احنا ممكن بنعمله ساعات عصير للدواجن، بيمدهم بالفيتامينات وبيمدهم بالحديد، وكمان للاولاد ولينا كلنا، ده بيمنع الانيميا. انا باخده وهو يعني نايمه، بس بسلقوش ولا حاجه، بحطه في الخلاط وبعصر معاه اي عصير تاني، بحط معاه برتقان، ممكن احط معاه اسفندي، ممكن احط معاه مانجا، احطه مع اي عصير هيديله لون وهيديله قيمه غذائيه عاليه. هنا بقى الفول، ده نبات الفول بتاعنا، دي البذور اللي انا اشتريتها من دسوق يومها. انا بصراحه البذور عجبتني، وحسيت ان القرون بتاعتها هتبقى كبيره والحبايه كبيره باذن الله. هنتفرج على البذور ديت لما تطلع ونجمعها سوا السنه دي باذن الله. برضو احنا زارعين مع الصندوق ده بعض نباتات البسله، شكلنا كده هنخزن بسله السنه دي. وهنا برضو الصندوق ده فيه فول وبسله، تمام. هنا بقى اعتقد ان دي نبات اللفت، ده نبات اللفت اللي احنا زرعناه، دي الاوراق بتاعته، وفي هنا كرومباية جميلة هيت، نتمنى انها تطلع وتكبر وتدور كده وتبقى عاملة زي الوردة. وهنا النبات ده كنا زرعناه من سنة، وعلى فكرة احنا ما زرعناهوش تاني، ده بيطلع برضو اوتوماتيك زي النباتات اللي بتطلع اوتوماتيك كده معانا، وبتسيب بذور لنفسها كده وبتطلع لوحدها. ده نبات السعد او بنقول عليه حب العزيز.
ده نبات حب العزيز. طبعا في ناس كتير لما بتشتري الحمص والحلاوة بيشتروا معاه حب العزيز، هو ده حب العزيز اللي احنا بنشتريه وبيبقى طعمه جميل. هنا برضو الصندوق ده احنا زرعنا فيه الخس، ده الخس، ده النباتات الصغيرة اللي احنا كنا زرعينها من البذرة، وده اللي احنا زرعينه من الشتلة، ده الخس اللي احنا زرعناه من الشتلة، وده الخس اللي احنا زرعناه من البذرة، وزرعنا معاه بعض وحدات او حبات الفول، ده وده. وهنا برضو في نبات الكرنب، وربنا يسهل بقى هنشوف مين يطغى على مين في الصندوق ده. هنا بقى اجمل صندوق عندنا، الصندوق ده والصندوق ده. الصندوق ده فيه نبات الحلبة، دي الحلبة الخضراء، واللي ما اكلش الحلبة الخضراء اتمنى انه يزرعها عشان يدوقها ويشوف طعمها ايه. مش طعم بس، لا ده طعم وفايدة، غنية بالفيتامينات وغنية بالحديد، جميلة جدا ومفيدة جدا للجسم. يعني انا عايزة اقول لكم ان اكتر نبات انا بحبه او بحب اكله اخضر هو نبات الحلبة، الحلبة الخضراء بيبقى ممتاز وجميل. هنا لو نلاحظ ان نبات الفول هنا بسم الله ما شاء الله يعني طالع في وسط الخس، والخس هنا مرعرع وجميل. هنا بدأت الخصية تلف اهيت وتعمل اوراق داخلية، اللهم صل على النبي، حاجة جميل. وهنا الكرنب، وربنا يستر بقى والكرنب ما يدمرش الخس اللي هنا ده. هنا بقى زارعين الجرجير، ده نبات الجرجير، لا ده مش نبات الجرجير، ده نبات اللفت، ده نبات اللفت، ده نبات اللفت، والنبتة دي بتطلع كده بنأكلها للطيور. وهنا برضو نبات اللفت والنبتاية دي برضو بنأكلها للطيور، بنشيلها عشان ما تاخدش من غذاء المكان. وده النبات اللي دايما انا بحبه اللي هو عنب الديب، اللي هو العنب الاسود الصغير اللي شفتوه في الفيديوهات قبل كده. وهنا نبات عنب الديب، بس هو ظاهر ان عنده مشكلة في الاوراق. في هنا مشكلة في الورق، في حشرات هنا بتمتص المية بتاعت الورق، هي حشرة المن. هنا حشرة المن، والراعي الرسمي بتاعها هو النمل، زي ما انتم شايفين كده النمل بيغذيها، والنمل برضو بيتغذى منها، بياخد هدية منها عشان كده بينشرها في المكان. تمام، شوف مين اللي جه. حبيبي وصل، حبيبي الجميل وصل، والبسبوسة الصغيرة اللي شايفاها بتتنطط على السطح هنا. أيوه. ربنا يستر ولا تروحش عند الجيران ما تعرفش تيجي. هنا الصندوق ده برضو احنا زارعينه اهي اهي. اوكي. اهي البلوة اهي بتلف وترجع. بيت. بقت بلو. هنا برضو احنا زارعين ده كرنبيت وزارعين معاه كرنب، بس يا شجرة الكرنبيت ده عايزة تبعد شوية عن الكرنب ده يا بابا. عايزين نشيلها من مكانها ونحطها في مكان تاني. وهنا الفول ومعاه اللفت، ده برضو اللفت ومعاه الجرجير المصري بقى، ده الجرجير المصري، دي ورقة الجرجير المصري. طبعا في اختلاف بينها وبين الورقة التانية، استنى هوريكم الفرق. اهو هنا الفرق، شايفين الفرق في شكل الورقة، ده الامريكي وده المصري. وده السنة دي احنا زارعينه من البذور النباتات الامريكية، لكن اعتقد ان هي تم تهجينها لان الطعم اختلف تماما عن السنة اللي فاتت. وفي هنا بعض وحدات الكزبرة، احنا زارعين برضو كزبرة هنا، يعني احنا بنزرع في الصندوق على قد ما نقدر لان احنا المساحات عندنا ضيقة. وهنا الكرنبتين دولت شكلهم كده هيبقوا ممتازين، شكلهم كده تحفة روعة، وبدأوا يطلعوا ورق داخلي كمان، هيكبر وفي الاخر هيلتف على بعضه ويبقى جميل. هنا زارعين البرسيم عشان الحيوانات بتاعتنا، لازم نزرع البرسيم
احنا زرعناه في الصيف، كان البرسيم الحجازي طول الصيف النباتات بتاع الحيوانات بتاعتنا بتاكل منه. وعلى فكره ده البرسيم من النباتات الغنيه بالبروتين وغنيه بالفيتامينات، والحيوانات بتاعتنا بتقبل عليه. وبالنسبه لحبايبنا اللي جابوا البرسيم اللي هو من بره عشان ياكلوا له طيورهم، ممكن يكون البرسيم فيه كيماويات والحيوان شممها او حاسسها فمش عايز ياكل. هنقدمها له مره واثنين وثلاثه لحد ما يبدا يتعود عليها وياكل الخضار. وهنا الصندوق ده فيه نبات الكرات برضو عايز يتقصقص كله. وهنا احنا متوصيين بالبسله، يعني السنادي بسم الله ما شاء الله معظم الصناديق فيها بسله. وده نبات الطماطم، ده نبات الطماطم. وهنا برضو شجر الطماطم. هنا بقى الجرجير المصري، ده الكثافه بتاعته عاليه، هنخفه شويه عشان الورق يعرض ويبقى العود بتاعها سميك، لان هنا الكثافه عاليه زياده عن لزومها. فهنبدا نخفها شويه، نبدا ناخد منها كل شويه كده، هناخد شويه دولت هيروحوا للطيور بتاعتنا هيغزوهم. وعندنا الرومي بيموت في حاجه اسمها جرجير، وبيحب النباتات اللي احنا بنزرعها بشكل مش طبيعي. ده هنحاول نخفه كده على قدر ما نستطيع، ونسيب فراغات شويه شويه كده، يعني كل يوم نخف حبه وناكلهم للطيور لحد ما يبقى عندنا كميه النباتات المناسبه. ده كده تعالى ناكله للروم اللي عندنا الاول كده يا بودي، وبعد كده نرجع نتفرج على بقيه السنه دي. تعالى ناكل دول بقى للروم عشان هم شايفين الخضار اللي بتحورهم كده. تعالى كده بص كده، تعالى ناكل دول الاول. شوف شوف هيقتلوا بعض على انا الخزانه دي هتتنضف النهارده ان شاء الله، يموتوا في حاجه اسمها خضار. ده مجموعه الروم اللي هنا ديت، في ناس كتير قالوا لنا عايزين نشتري منها، لكن عايزه اقول لكم ان المجموعه دي هنكتر بيها القطيعه اللي عندنا عشان نقدر نكفي طلبات الناس اللي هي بتطلب مننا، لان الموجودين اعداد اولادهم ما بتكفيش الطلبات، لان احنا عندنا طلبات كتير. اما المجموعه ديت فبالفعل بدانا نبيع منها ومعظمها اتحجز، يعني المجموعه دي معظمها اتحجز. ناكل بقى الخضار الجميل، كله هيطلع يجري على الخضار. برضو الخزانه دي عايزين ننضفها النهارده قبل ما انزل من على السطح، اكون منضفاها باذن الله. مش هيخلوا ولا ورق، خايفين مننا بس، خايفين من الكاميرا. هنا الفراخ الفيومي والجميزي احنا حاطينهم مع بعض، هنجيب لهم ميه واكل، هم جعانين. بسم الله ما شاء الله الديك الفيومي ده ممتاز ممتاز. والديك التاني ده برضو احنا هنستنى عليهم شوية لحد ما نشوف افضل واحد فيهم هنخليه، والتاني هنخلص منه. هنا بقى الدجاج الرومي، هنا شكلهم بيضين جوه هم، والقش كله بره. انا مش عارفه هم طلعوه ولا ايه اللي حصل. عشان يبيضوا على القش ما يكسروش البيض. المجموعه دي المجموعه الاولانيه اللي هي الامهات والذكر الاساسي بتاعنا، وهنربي برضو يعني هنسيب اثنين من الذكور هنربيهم برضو مع ده،
وهنسيب معظم الناس الموجودة في الخزانة اللي فاتت ده عشان يكتر القطيع بتاعنا. الفترة الجاية ده بإذن الله هنكتر من الإنتاج. دي الفراخ الفيومي، دول الإناث، ودي واحدة بلدي معاهم. عايز افرجكم النهارده بقى على النبات اللي ابو عبد الرحمن زرعه عشان الجمهور. منظره النهارده ممتاز. ريكس مش مخلي، لا مخلي شعير ولا مخلي حاجه نزرعها الا ما لازم يدق يموت في حاجه اسمها خضار وفاكهه. عمر ما شفت كلب بياكل خضار وفاكهه غيرك، بيضحك ازاي؟ بيضحك مبسوط. تعالى هنا بقى. هنا البط البلدي، اخر اتنين في البط البلدي هندبحه النهارده. نشوف بقى الحلوين دول واقفين مستنيين الاكل. اجيب لكم خضار، ثواني اجيب لهم خضار واقف. تعال نودي دول بقى للزقزق الاول كده عشان هما منتظرين. اشرب يا رب. بابا طلعت بره حبسك احسن. شوف 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 مستنيه. طبعا الفترة اللي فاتت دي احنا بعنا من الزقازق ديت، وفي طلبات كتير، فاحنا الامهات ما بنبيعهاش، احنا الامهات بنخليها عشان نكفي الطلبات اللي جاية على الزقازق دي. معظم الانتاج بتاعهم احنا بعناه. الاولاد اللي هم كانوا مجنسين بالمشعر ده احنا بعناها برضو، وجاي لنا طلبات كتير عليها، بس احنا يعني ربنا يسهل والانتاج الجاي ان شاء الله نبدا نبيعه. فيه هنا حوامل اهم، في كذا واحده حامل، الانتاج بتاعهم ان شاء الله هنبيعه بره، هو يعتبر محجوز من دلوقتي. انا معظم الحاجه بتاعتنا يعني محجوزه. هنا السمان، في بيضه سمان هنا، وفي بيضة كمان. في أربع بيضات، ومعظم السمان بيبيض عندنا العصر. فدول بيتين من امبارح، ظهر إن أبو عبد الرحمن ما لحقش يشيله. بصوا على اللي نطمن برضو على السمان اللي تحت. السمان اللي تحت خلاص قرب يبيض هو كمان. ربنا يسهل ويبقى الانتاج بتاعنا يعني كتير، لان معظم البيض احنا بنفرخه عندنا في الفقاسة عشان نكفي طلبات الناس. جاي لنا طلبات كتير على السمان، ان شاء الله الفترة اللي جاية نبدأ يعني نحاول نوفر كميات كبيرة تكفي الناس ان شاء الله. انا كده انا حاسه ان انا طولت عليكم في الفيديو. كده ننهي الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. يا ريت في نهايه الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش قناتنا الثانيه الخاصه بخلف الكواليس والفيديوهات القصيره وقف في بيتك من وعد 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.